امريكا برضو مقيده اليوم بالانتخابات الرئاسيه للاسف والحسابات الداخليه البطه العرجاء اللي مضك دلوقتي. امريكا عندهم خلاص يوم 5، وده اللي بيلعب عليه نتنياهو. نتنياهو النهارده عايز الامور تفضل ماشيه لحد 5 نوفمبر تخش الانتخابات، اقصى قدر ممكن من المكاسب حتى يوم الانتخابات، حتى يوم 5. هو عنده امل ان مين يكسب؟ ترامب. ترامب صديقه، ونمره 2 ترامب هو اخطر واحد امريكي للقضيه الفلسطينيه. نقل العاصمه ال20 سنه اللي فاتوا كان كل رئيس امريكي في انتخابات هنقل العاصمه وما حصلش. اول واحد مين؟ ترامب. الحاجه الثانيه، النهارده جو بايدن بيؤمن حل القضيه الفلسطينيه في اطار الدولتين. الوحيد اللي عايز دوله واحده مين؟ ترامب. قال ما فيش دولتين، فبالتالي لو جاء ترامب هتبقى كارثه على القضيه الفلسطينيه. وده اللي بيلعب بيه دلوقتي نتنياهو انه يطول. anyway احنا النهارده قاعدين مستنيين كل يوم. لكن هل ضرب المنشآت النووية ما زال مطروح ولا هيكون في تصعيد كبير قوي؟ اتنين سيناريو. امريكا بتقول ما تضربوش بقى لان هتحصل مشكلة كبيرة. امريكا ما تضربوش. امبارح امريكا عملت عمل خطير، ما انا بنحلل، راحت بعت وسائل دفاع جوي جديدة لاسرائيل هتشتغل بالافراد الامريكان عشان ضد الصواريخ الفلسطينية. دي أول مرة يتم إرسال قوات أمريكية بجنود أمريكان. مش تدي السلاح لأن عشان تدرب الإسرائيليين بتاخد لها شهرين مينيموم. فامبارح هيطلعوا اعتماد اللي هو النظام الصواريخ الجديد هيقعد في إسرائيل. عقد المشكلة. إذا معنى كده أن أمريكا عندها انطباع أن إسرائيل هتضرب الصواريخ النووية، أن المفاعلات النووية، فلو المفاعل النووي اتضربت هتبقى حرب اقليميه في المنطقه. ليه بقى؟ ايران اتضربت النووي بتاعها. ايران عندها امل انها مستحمله 18 سنه عشان السنه الجايه تطلع اول 5 قنابل نوويه. فانت هتيجي اولا عليها عقوبات قد الدنيا اللي هي 150 مليار دولار مجمدين في الخارج. ده السنه اللي فات من كام شهر كده امريكا كان لها 5 مساجين امريكان في ايران. عارفه طلعوهم ازاي؟ ان فكوا 5 مليار مجمده لايران. فالنهارده انا ايران مستحمله كل ده وتضرب لي النووي بتاعي؟ لا. طب تعالى بقى عليا، ما عندهاش حاجه تخسرها خالص. بالظبط. فهتضرب اسرائيل، وباشتراك النهارده السلاح الامريكاني الجديد هتبدا ايران تتصرف ضد المواقع الامريكيه في المنطقه. وهل هتكون ايران وحدها ام ايران بوكلائها واذرعها المحليه بوكلاها. في لبنان، في العراق، في اليمن؟ بس ايران قويه. ايران النهارده عندها الصواريخ بتاعتها الباليستيه توصل لحد ايطاليا. كان في مفاجات عسكريه بالنسبه للقدرات الايرانيه في الايام الاخيره، مش كده؟ لا عندها، بس لم تستخدم حتى الان. لا فوجئنا احنا، قصدي بالقدرات دي. بقى احنا فوجئنا طبعا بالقدرات. وبعدين عندها الصواريخ الفرد صوتيه كانت اول مره تستخدمها، والفرد صوتيه ما بتطلع اسرائيل ما عندهاش غير الارو او السهم. طب ليه امريكا هتدعمها؟ هي امريكا مش اسرائيل مش قادره؟ هنقول ببساطه، لو النظام الارو ده هيدمر 1000 صاروخ، امريكا اسرائيل قصدي ايران هتضرب 2000. 1000 يتدمروا و1000، وتكلفة اعتراض الصاروخ اكبر من اطلاقه، مش كده؟ بالظبط طبعا. بس المهم النتيجة. وبعدين ايران بقى هتضرب ايه بقى؟ هتضرب التلات حقول النفط اللي في البحر الابيض. معنى كده ان تاني يوم بقولك اهو اسرائيل هتضلم عليا وعلى اعدائي. طبعا. وبعدين هتضرب مفاعل ديمونة النووي. يعني الموضوع عشان كده بقولك احنا في مأزق. كل يوم بالليل والله بقعد ابقى يا رب، لان يا تيجي ابيض يا هتيجي ضلمه. وفي وسط كل ده المتمسك بالحكمه هو زي القبض على الجمر في السياسه وفي التعامل. يعني هنا برضو بيجي دور، او بنقدر نفهم سياسه مصر في الحكمه وفي التروي وفي التعقل وانها ما تنجرش. انا مش عايز حد يقول لي بقى انت بتتقرب للرئيس. بصراحه السنه اللي فاتت كذا قرار يتخذ وعشان نجنب مصر ان احنا زي ما قلت نجرجر، هم عايزين يجرجرون زي ما اسرائيل دلوقتي عاوزه تجرجر ايران. صح. يعني بتعملوا فيها ايه؟ بتجرجروا. راحت ضربه 200 صاروخ في الهواء، ده منهم صواريخ كانت الراس طوب عشان، لكن تقول لي شعبها ادي احنا وصلنا اهو ضربنا. فكانت الحكمه احنا نفس الكلام. الرئيس السيسي اتعلم من المشاكل اللي فاتت،
وعشان كده بيحاول يطلع مصر داير بره اي صراعات عسكرية في المنطقة الا وقت الا اذا تهدد الامن القومي بتاعك. تفهمها؟ ولذلك لما جه نتنياهو عايز يعطل الاتفاقية السلام في غزة ممر فيلادلفيا، ممر فيلادلفيا الناس مش فاهمة ده في اسرائيل ده في غزة تبعهم مش من عندنا، واسرائيل كانت قاعدة فيه لحد 2005 لما خرجت عمليا داخل الاراضي المحتلة الفلسطينية مش بتاعتنا. في اتفاقية بتاعة محور بتاع ملحة لاتفاقية السلام بتاع كامب ديفيد ان المكان ده يبقى فاضي، لكن ده بتاعهم، وقصاد كده احنا زودنا العساكر بتاعتنا بدل في المنطقه دي مع الحدود دال ان بدل ما تبقى العساكر بتاعتنا شرطه مدنيه رفعوها ل 750 حرس حدود. هو لو خالف في ممر فيلادلفيا او احنا هنخالف، هو خالف في اتفاقيه، احنا بقى بدل 750 عسكري لواقين مدرعين. هو عشان كده مش عارف يلعب مع مصر، ان هو عايز يكرس واقع انت مش سامح له. برافو عليك. فهو بيحاول، ولكن صدقيني منتهى العقلانية للرئيس السيسي السنة اللي فاتت كان في أكتر من مطب موجود. هقول لك حاجة، تاني شهر جاء ويليام بيرنز مدير CIA، وأنا رحت أمريكا بتاع 40 مرة. أمريكا يعني ما فيهاش رئيس وزارة، ففي رئيس الدولة وفي الوزراء بيسموهم سكرتري أوف. من أكتر الشخصيات التي تتحكم في السياسة الخارجية مدير CIA، بيعمل انقلابات في دول. فجاء بالسيادة الرئيس وقال له احنا بنتكلم what is after، ماذا بعد خروج اسرائيل من غزة اليوم التالي للحرب. اليوم التالي زي ما بيسموها في الدول العربية. ايه الموضوع؟ قالوا له احنا شايفين، ده امريكا بتقول الرئيس السيسي، بعد ما اسرائيل تخرج احنا شايفين ان مصر تخش تسيطر على غزة 6 أشهر، تعمل انتخابات وتطلع حكومة تكنوقراط وتمشي استنقع، وهنديكوا 3 مليار دولار، وهنديكوا لواء ميكانيك، معدات لواء ميكانيك اللي هيستخدم لك، انتوا جيبوا بس البيرسونيل. سترايس قالوا لا، لان زي ما انتوا نمره واحد مستنقع، نمره 2 سترايس قال لا، وفين السلطه الفلسطينيه؟ اللي يسيطر على غزه يعود للسلطه الفلسطينيه. وانضغط على مصر جامد بحاجات كتيره جدا عشان توافق، لكن لا. احنا بيتضغط علينا بقالنا سنه وضغوط شديده جدا فوق الخيال. فوق الوصف، وممكن ما تبقاش ساعات حاجات مباشره لمصر، ممكن حاجات تكون بره. طبعا. ونبقى احنا عارفين ان هم اللي عاملينهم عشان توافق، لكن سياده الرئيس موقفه واضح. وكان من احسن حاجات اللي عملها ان يوم ما حصلت المشكله دي جاله وزير خارجيه امريكا، على طول اول زياره. سياده الرئيس يوم عمل ايه؟ زح على الهواء. على الهواء. ما حصلتش مره. وجه رسائل مباشره مباشر وشديده. مباشر عشان ما حدش يزايد على مصر. رفض التهجير، رفض تصفيه القضيه. قضيه رفض ان انا اخرج من الناس الا لما ادخل مساعدات. وتاني يوم اعتقد بلينكن طلع تويت على اكس وقال ان احنا وي ابريشيت وفيري جريتفول للرئيس انه خرج الناس ودخلنا، وبعدين ان احنا بنرفض موضوع التهجير. فدي برضو كانت لمحات كويسه من سياده الرئيس انه لا ننجرف ولا نفعل حاجات ضد السياسه بتاعتنا اللي احنا ماشيين.